مالك؟ يا هداك الراجل اللي خطفني. خلاص ارجع ارجع. منو؟ ضبة. ضبة المجرم المعروف ذكاة الرقبة. وين الحاج؟ الحاج وين؟ الحاج؟ الحاج يدور الحاج؟ ايوه كويس. دقيقة انا نادي لك هسه. ابي الحاج ناس البوليس جو هنا هسه. قال عايز. طيب اهلا. مرحبا الحاج. اهلا وسهلا. الحال؟ الله يبارك فيك. كويس. السلام عليكم. كيف حالك؟ ما شاء الله والله كويسين. زيكم؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. يا حاج دارين ضبة. ضبة؟ ضبة ما معانا هنا واحد اسمه ضبة. ضبة شغال معك هنا؟ لا 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 ما شغال معي واحد اسمه ضبة. الحقيقة هو اسمه أبو جرين. أبو جرين؟ أيوة أبو جرين هو اسمه ضبة؟ أيوة. لا 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 أنتوا غلطانين. لا أبو جرين لا الكايسين إحنا أخو ضبة ذاته شغال معك. بالله؟ نعم. ودارينه ليش شنو؟ أنت أصلا ما عارف؟ عارف شنو؟ ما عارف حاجة.
اب جرين ده متهم في قضيه بتاعت غتلي وهارب. ابو جرين متهم في قضية قتل وهارب؟ نعم. يا جنابه غريب. أكيد غلطانين. لا لا لا, لا, لا أسمعوني، ده راجل فاضل وابن ناس ورجل طيب، والله ده نملة ما يقتله يكون متهم بجريمة. متأكدين إنه الضبة الشغال معاك ده هو بجرين الكايسينو نحن، ومطلوب القبض عليه هسه. متأكد؟ نعم. لكن ما 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 يا وهاج ما سمع الكلام اللي بيقولوه الناس ديل؟ والله أنا ما مصدق، أبو جرين يقتل؟ أنت عارف؟ أنا متأكد. وين أسي هو؟ هو في المشاريع، لكن يعني أنا متأكد لما تشوفوا الشخص ذاته حتلقوه ما ياهو. لا هو محمد المفروض عبدالله. يكون جاء هسه دلوقتي. هسه يجي. بعد شوية بيجي. ده المواعيد حقه يجي هسه. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يستر، الله يكذب الشين. لكن أنا متأكد ما بكون ضبط. لا بيتأخر يا حاج والله بيجي هسه. هو المفروض يكون جاء، لكن أنا ما أعرف الحاصل شنو. ما تفضل خش جوا. خش جوا تفضل. شكرا يا حاج، نحن بننتظره هنا. الماء تشرب يا جماعة. لا شكرا. أمشي طيب جيب له الماء. معلش يا حاج، نحن بننتظره هنا. لا لا امشي جيب المويه كده. خش معلش يا حاج. عن اذنكم ده ماله يا زول. ده خطف احمد. ما خطفت احمد. امسكوا يا زول. ربيع يا زول. ربيع تعال سلمهم. امسك ده. امسك ده. قاعد هنا. والله ما بعرفه. جيبوا هنا. والله ما بعرفه. صوتك الدور ثاني. كذاب انا من زمان كان عندي شعور انك يا ربيع لك علاقه بالموضوع ده. جبان اسكت يا دول ما تعرف. ايوه يا هزاته يا جنابه يا هابو جرين. اثنين يسوقوا ذي ودون الحراس، الباقي يركبوا العربيه. هاي أحمد، الراجل اللي خطفني قبضه؟ بركة الحمد لله يا ولدي. وقال معه عم ربيع كمان. عم ربيع؟ أنت متأكد يا ولد من الكلام ده؟ أي يا أمي. يخص عليه. كمان يا أمي في بوليس كتير برا. بوليس؟ وده جابه شنو كمان؟ قال داري يمسك عم أبو جرين. عم أبو جرين؟ كده تعال معي. ابوي الكلام اللي سمعته ده صحيح يا ابوي؟ مالك ساكت يا ابوي؟ ما ترد علي؟ دي الناس البوليس قالوا ابو جرين مطلوب في جريمة قتل. سيميه؟ جريمة قتل؟
الله سترك يا كريم. يا ريس انت ما تريح نفسك من السيره دي. هسه كم شهر وضب ده اخباره مقطوعه، ما في منه اي خبر. ما ده المعذبني يا موسى، ده المجنني انا. شوف انا تعبان كيف هسه كم شهر يكون لابد له في حته وريح رقبته، بس التهمه لابساه. طالما ما انقبض يبقى ما عنده مشكله. انا كان عرفت الحقيقه كنت برتاح، لكن الحقيقه دي اعرفها كيف؟ الله انت لحد هسه وين شفت الجامعة؟ عارف الساعة كم؟ الساعة 8 ونص. كلمتك أمس قلت لها عندي إجازة. والله نسيتها. ما خلاص الموقف في الصفاية. وأنت مغيوظة كده ليه؟ أنا مغيوظة؟ عارف؟ أيوة يا مارك أيوة. خلاص ما تنسى يا ولدي عليك الله، بعدين لما تجي راجع تخشى مريم تجيب لي معاك. مريم خالتي؟ اي ضروري عليك الله يا ولدي. والله مش هي، بعدين ما بعرف قطعت ثلاثة أربعة يوم ما جات ولا شفناها. انت داري مش بريد انت تكون شنو؟ مواصلات، المواصلات ما صدر على راسك. لكن عارف مشكلة المواصلات ليك علي انا اجيبها لك لحدي. وبعدين ما تنسى مريم دي عارفة في اي شيء، يعني حتجي العائلة شيء عليك انت حيعرفها ناقص من التام. ايوه هاي اي حاجة ناقصة يا ولدي اللي حد بيجيبها اليوم علي هنا سترة وفضيحة. انا بعدين بمشي لها لحد عنده واجيبها. هاي عليك الله يا ولدي. طيب في اي وصية ثانية؟ لا كيف تعال. ان شاء الله خير. وصية مهمة. اشياء لا تنسى. ريحة كله ما في شيء تاني. يا امي دي عادي تعرفها انت ما بعرفها. خلاص المهم بدها تدفعي في الاخر صح؟ ادفعنا؟ الحمد لله. وريني شلتها يا امي. انا خدتوني للتقيله بعدين، هسه ما بدفع ولا اي شيء، وخاصه حق هذا العروس، يدفع العريس. كلام ده واضح ولا ما واضح؟ جدا يا امي، عايزين كم؟ يعني بس افضي الشنطه دي واسوي التسلم. افضي الشنطه كيف يعني؟ 200,000 بس. 200,000 يا امي؟ هاي اذا الفريال اثنين، الواحد ب 20,000، سواري باريس اثنين دارين ريبدور، ما تنسى المسك والصندليه والمحلبيه، والريحه الناشفه والريحه لينا والريحه ليا. بجيك يا ولد تعال اتكلم معاك. يا ولد ريحه العيله هاي ده غير المسك التركي. تاني ولا هتشوفني؟ ليه؟ اهالي ماشيين يحبسوني. يحبسوك؟ امال يا استاذ ما لازم يحبسوني، تاني لا هتشوفني ولا هشوفك. يحبسوك ليش يعني؟ ليه؟ كيف؟ ما اصلا العادات والتقاليد كده، لما نقري بي عرس العروس بيحبسوها. بس يا ولد احنا ما حددنا موعد للعرس ولا قلنا اي حاجه. غايته اهالي قايمين وقاعدين زي العرس انت قول بكره. طيب ايه رايك يا هدى؟ ما تيجي نعمل العرس بكره؟ غايته نحن جاهزين. الله تخيلي تذكرت ان عندي موعد مع شاهد مهم جدا في قضيه الاختلاسات. لا حول الا خد عن اذنك انا اسف لكن لازم احصل قضيه مهمه جدا. سلم نفسك يا ضبة للمرة العاشرة. هنوعدك بمحاكمة عادلة. الهروب ما بفيدك، أحسن تسلم نفسك. الجبل كله محاصر.
انا برايي سعادتك انه المتهم احتمال يكون غير موجود هنا او احتمال تحرك لجهه اخرى. فرغم انه احنا بيتين ثلاث ايام هنا متواصله ومستمرين في الحصار ورغم مناجاتنا للمتهم ما طلع او ما ظهر. والفتره دي ربما هو طب ياكل كيف يشرب كيف دي كلها اشكالات طبعا احتمال في ثلاث ايام دي. وده جبل ناشف يعني حسب المعلومات وخبرتنا بالجبال وكده جبل ما فيه مويه. واحنا ثلاث ايام منتظرين هنا لكن ما اعرف ربما يكون دزات او لا يكون دزات مساله ثانيه. فاحتمال يكون طلع من المنطقه دي لجهه اخرى. فانا برايي انه يمكن نسحب القوه ونرجع. لا لا حسب المعلومات اللي وصلت انه الزول ده موجود هنا في واحد من الجبال موجودين ونحن ما حنتحرك الا والزول ده معانا. اسمع يا بابا احنا عارفين انك موجود هنا. اسمع نصيحتنا وتعال طالع. ما تضيع زمنك وتضيع زمننا معك. للمره الاخيره لمصلحتك انك تطلع معانا. الولد دار يقبض على امه ابو قرين ليه يا امه؟ ما عشان بطل هاي هاي يا حماده يا حاج حاج عبد الحفيان. ايوه يا حاج. نعم يلا يا حاج العربيه برا جاهزه عشان نمشي قبل ما الدنيا تحر علينا. اقول لك حاجه. ايوه يا حاج. بطلت المشي خليته شعر بينه ريح ان روحي دي مارقه نفسي غاميني ما قادر ملخبط يا اخي مزاجي محكر الدنيا دي مسيخه لي امشي انت ارتاح. كويس يا حاج. اندفنت بالتراب بعد تقول للرئيس كل شوف لك موضوع تاني موضوع تاني موضوع تاني. للمرة الأخيرة بحذرك أحسن تسلم نفسك. نحن نفتش الجبل ده شبر شبر. والله يا سعادتك احنا سبق ان فتشناه مرتين يعني خلال وجودنا هنا الثلاث ايام دي. نفتش المره الثالثه. هجمع القوه. حاضر يا سعادتك. صباح متضايق كده وزهجان لكن ما في سبب محدد. يكون عشان حبس هدى يا ماما. ايوه والله ما بعيد. انت دايما بتيجي في الوقت المناسب. ما بعيد يكون صحيح عشان حبس منك العروس يا عاد. يعني يا امي انت برضه هتصدقي كلام رشده؟ لا ما عليك عاد. يا ولدي ما حبس منك العروس. ما في سبب. انا عندي حله رز ما تحرك لي نمشي عليها. هيا يا سيدي بقينا برانا. مالك يلا. ما في حاجة يا رشا. ما في حاجة كيف يعني؟ ما أعرف صحيت كده من الصباح متضايق عندي إحساس غريب كده ما قادر أفسره من غير سبب كده؟ حاسة كده إنه خالدة حصل عليه حاجة لكن اللي حصل له شنو أنا ما أعرف. كده رد على التليفون. رد على أمي.
الو اهلا اهلا خالو عوض. نعم ما ممكن متين ده؟ معقول؟ كويس ما ممكن. فيشني يا رب فيشني مالك تتكلم يا عادل؟ اكيد خالي قالت شنو بالتليفون؟ فيشني رشا ما تتكلم معي فهمني الحاصل شنو؟ رشا يا بنت ما تتكلم معي فيشني؟ خالي عوض قال شنو؟ فيشني يا ولاد مالكم؟ خالي عوض ضرب تليفون ردت عليه رشا وقعدت تبكي. خالي عوض مالوها وواحد في ولاداته حصلت له حاجه؟ ما خالي عوض لا خالي جاته منو؟ خالي؟ ايوه مالو؟ احكي يا رشا فيشني؟ خالي عوض قال قال شنو؟ قال خالو خالد لقى في الجريده مكتوب في الجريده؟ تعال يا عادل يا ولد عادل شرطة القضارب تحاصر المجرم ضبة في الجبال. عادل عباس المحامي اهلا وسهلا. وخالد المشهور بضبة بيبقى لي خالد اهلا. وانا سمعت انه متواجد عندكم هنا. نعم اي خدمة؟ لو سمحت بس انا ممكن الاقيه. والله الحقيقة ده يعني في قوة طاردته وموجود هسي محاصر في الجبال بتاعت الفاو. محاصر؟ نعم محاصر هناك وانا جيت عشان اعزز القوة دي بقوة تانية تحصلوا من هناك. طيب لو سمحت سيادتك انا ممكن اصل للمكان ده؟ ممكن حتمشي متين؟ هسه طوالي يكون احسن. يا عبد الرحمن. نعم سير. تمشي مع الاستاذ ده لحد القوه بتاعت الفاو هناك وانا حارس القوه وراكم هسه. حاضر شكرا لك. شكرا سير. شكرا سهل. كثير. اسمع يا بابا احنا ما حنتحرك من هنا والا وانت معانا. ما تضيع زمنك وتضيع زمننا معك. عادل عباس محامي. مرحبا. مرحبا تفضل. وعليكم السلام. انا ولد اخت خالد اسماعيل. مين خالد اسماعيل؟ ضبه. هو اسمه ضبه مشهور بضبه. مشهور يا خالد. ايوه لسه ما لميت فيه؟ واحنا لينا 3 يوم متواجدين هنا ما ظهر اي حاجه. انتوا متاكدين انه هنا لكن؟ احنا متاكدين انه موجود هنا. 3 يوم ما ظهر؟ 3 يوم ما ظهر. طيب لو سمحت لي انا ممكن اساعد يمكن نحصل على نتيجه ايجابيه شوي. ممكن المحظوظ؟ ممكن انا والدكتور. ما اعرف كيف الدكتور يعني. ابو طاعن؟ ما ادري اسمك لكن اسمه ايه؟ هو ابو وقته بس. ممكن تتأكد أكثر لو سمع صوتين بي. ممكن تفضل. تمام. خالي خالد أنا عادل. عادل ولد أختك. أنا جيت هنا عشانك وما حارجع إلا أنت معي. أسمعني كويس يا خالي أحسن تسلم نفسك. خالي خالد انا عايز الاقيك عايز اتكلم معك. خالي خالد ما في فايده ما حيطلع. حاول تاني. خالي خالد هتعرف لحد امتين؟ الهرب ما مفيد
احسن تسلم نفسك، انا حادافع عنك. خالد خالد احسن تسلم نفسك، انا حاقيف معك، حدافع عنك، ما حتخلى عنك ابدا. خالي خالك الاسره كلها محتاجه لك. خالي خالي حرك دقيقه جنابه، دقيقه ساتر لو سمحت لي، لو سمحت كده حيسمع جنابه لو سمحت. ثابت انا بلتزم لك اني انزل لك، خلينا اصلا لانه كده ممكن يشيلوا الثاني. خالي انا جايك فوق، ما تتحرك. عادل خالد باي ادعمتك يا دكتور معلش. اخيرا لقيتك يا خالد. زيك؟ انا كويس، انت كيف؟ امك جديده؟ كويسين كلهم؟ مريم كلها كويس، كلهم كويسين. ورشا برضو كويسه. ما تبكي يا خالي، خلاص اعفي لي يا دوبي. اعفي لك يا خالي. العفو، انا عذبتك وراي. ما في عذاب يا خالي. انت كيف؟ انا كويس، انا فتشت عليك كثير جدا يا خالي، انا حاسس بوجودك كويس جدا. اي حته مشيت فيها انا مشيت هناك. عارفك يا دوبي، عارفك. تذكر الطاقيه دي؟ انت مشيت ام جنجل ولقيت النخيل؟ لقيت النخيل ايوه. خالي انت لازم تنزل معي. ديل حيمسكوني؟ حيمسكوني؟ اه؟ بالراحة يا خالي. مش حيمسكوني؟ حيمسكوك لكن حتطلع بريء يا خالي، انا متاكد انك انا ما قتلت. انا متاكد انك ما قتلت والله العظيم. انا مصدقك لوجه الله تعالى. مصدقك يا خالي، انا مصدقك. ما قتلت انا. انا محامي يا خالي، حدافع عنك وحطلعك بريء ان شاء الله. بمشي معك. ايوه راح. بمشي معك. راح يا خالي. امشي معك. كفاية تهرب بعد. لو عايزني امشي النهر بمشي معك. انا ما حتخلى عنك اصلا يا خالي. ابشر بالخير. اروح بالراحه اعمل حسابه. بالراحه بالراحه. دخل يا جناب. آخر خبر يا مواطن،
آخر خبر، آخر خبر يا مواطن، القبض على أخطر مجرم هارب، القبض على ضبة قاتل التاج يوسف رضوان، آخر خبر يا، آخر خبر يا مواطن، القبض على ضبة قاتل التاج يوسف رضوان، آخر خبر يا معاف ما يفوتك يا مواطن، آخر خبر يا، آخر خبر يا مواطن، القبض على القاتل الهارب ضبة، القبض على القاتل الهارب ضبة، آخر خبر يا، آخر خبر يا مواطن، آخر خبر، القبض على ضبة قاتل بدي تحديني يا أمنا؟ عصفو أنا شفت أخوي ده ما بستعمل فيه أي كلمة، وبعدين أحسن لك يا عباس أنت حاسبة على دمك وسامعيني. أحسن لك يا عباس والله أنا أكثر من كلمة مستعدة أتعامل معاك. عادل ما تحاول خلوني حلو وجهك كل مرة أخوك حرام يا أخوي، أخوك حرام ليه يعني ليه أنت بتعمل كده؟ خلاص أنا دافس أنت بيرفت من دهشتي خلاص. ماما دي شنو؟ تعالي يا بيتي يا رجع تعالي قلت لك ولا يهمك بيت ابوك واسع بلمك هاي خلي له بيته مبروك عليه لكن قول له احنا اخونا محل ما يقع مين يقع معاه هاش نقولك يا صالح يا رشا يا رشا الحقيني بالحبوب امك هيجت علي الضغط دي ما قصرت اجلي ما بترتاح ما بترتاح جدة اها يا ابوي الحصل شنو يا ابوي ما تتكلم طمني قالوا مسكوه ورسلوا للخرطوم عشان يقدموا للمحاكمة الله يجيب العواقب سليمة طبت مسك ماشيين يحاكموا ما تخاف يا ضبة وراك رجال ايدنا واحدة زي زمان لا تشيل هم الدنيا وقت القلوه السيرة يمسكوا فيها مثل اللبانة مخير الله الله عاد سويتوه الشارع كله ينضم المجرم مسكه القاتل مسكه مسكوا منها حليمة الناس ترى يتكلموا قالوا واحدا بقول ليشني يا ربي ضب ولا ضنب ضبه بتعرفوا
يا رئيس انا حقول اي حاجه.